السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن جهاز من فئة الزت وهو جالكسي زت فليب 3. أول ما نزل الجهاز كان سعره غالي ومو كل واحد يقدر يقتني، ولكن مع مكتب الأصيل سهل جدا أنه تشتري هذا الجهاز. الآن الجهاز مناسب للفئة اللي تحب الأجهزة الراقية الجميلة المختلفة، فالجهاز واحدة ستايل يضاف إلى ستايلك. الجهاز مميز لدرجة أنه أتحدى واحد يشوفه عندك وما ينبهر بي. أكيد ما ينبهر باسم الشركة فهي معروفة للجميع، ولكن ينبهر بالتصميم. الجهاز يعتبر من أجمل أجهزة سامسونج، ورغم صغر حجم الجهاز عند الطي بس من ينفتح الجهاز تحس بيه جهاز عادي وكبير الحجم، بشاشة 6.7 يعني مثل حجم شاشة S22 بلس أو S23 بلس. ورغم إناقة الجهاز فسامسونج ما خلت بيه معالج ضعيف، بالعكس خلت بيه أقوى معالج وقت إصداره وهو سناب دراجون 3/8 بمعمارية 5 نانومتر و80 نوات، وما زال هذا المعالج يعتبر من أقوى معالجات سناب دراجون. وبالنسبة للكاميرا فأيضا خلوا لك كاميرات مزدوجة من الخلف بدقة 12 ميجا بكسل تصور بدقة 4K، والحلو بالموضوع تقدر تشوف صورة الكاميرا الخلفية بالشاشة الأمامية. الشاشة الأمامية اللي تيجي بدقة سوبر أومليد وبحجم 1.9 إنش تقدر تستفاد منها بالإطلاع على الوقت والإشعارات واختصارات إضافية تقدر تحددها، والشاشة أيضا لها إعداداتها الخاصة. أيضا الشاشة صغيرة ما تأخذ شيء من البطارية عند الاستخدام، فمن تشوف بالشاشة الأمامية الإشعارات والساعة راح تقتصد بالبطارية ويطول عندك الشحن لوقت أطول بكثير. وبالنسبة للشاشة الأصلية الأمامية فعندك معدل تحديث 120 هرتز سوبر أومليد تدعم HDR10 بلس، حجم الشاشة 6.7، وبوقتها سامسونج اطلقت عليها اسم شاشة جالكسي فليكس انفينيتي. وما ننسى نذكركم ان الجهاز يدعم الـ 5G، يعني هذا الجهاز ما زال حديث في الحاضر والمستقبل من ينزل الـ 5G بالعراق. وبالشاشة الامامية ايضا نذكر الكاميرا الامامية وتكون عبارة عن ثقب بالشاشة بدقة 10 ميجا بكسل، ونذكر رغم هاي الاناقة فالجهاز مقاوم الماء بمعيار IPX8، والجهاز يتحمل 1.5 متر تحت الماء لمدة 30 دقيقة في الأجهزة الجديدة. أكيد المستخدم ما بي ضمان بالمي، ولكن مكتب الأصيل يعطيك ضمان أنه الجهاز غير مفتوح أو مصلح. الشيء اللي راح يخليكم تحبون الجهاز عند الاستخدام أنه ينطوي، يعني من غير أنه خفيف الوزن ما يأخذ مساحة من جيبك، فهو كشخة وتكون متميز وأنيق باختيارك. أيضا ذكر أن الجهاز يحتوي على أندرويد 14 أنيق، ينطيك سلاسة ومتعة بالاستخدام خاصة الشريط الجانبي وتقسيم الشاشة إلى نصفين بتطبيقين مختلفين. أبرز المميزات اللي عجبتني من غير طي الجهاز والشاشة الفليكسيبل إنه عند التصوير تقدر تخلي الجهاز على شكل L، وهذا الشيء يساعدك بالتصوير بدون ستاند وتستفاد من هذه الميزة سواء بالتصوير أو بالمكالمات الصوتية، لأن هذا الشيء يشمل الكاميرات الأمامية والخلفية. وإذا استخدم التطبيق ما يدعم هذا الخيار فالموضوع سهل، تروح للإعدادات والمختبرات وتفعل خيار إطارات متعددة لكل التطبيقات. الشغلة الثانية اللي عجبتني انه تقدر تستخدم الكاميرات الخلفية في تصوير صور السيلفي. هنا بهذا الفليب تقدر تشوف نفسك بالكاميرات الخلفية وتاخذ صور جميلة عن طريق الشاشة الخارجية الصغيرة، بس تضغط ضغطتين على زر الباور وتنفتح عندك الكاميرات الخلفية، ومجرد انه تأشر بيدك يلتقط الصورة. ملاحظ عزيزي انه انت لسه متابع الفيديو لانك تشوف موبايل غير تقليدي، بنفس الوقت مكتب الاصيل طارحه بسعر جدا رخيص بالقياس لسعر الجهاز اول ما نزل. يعني تخيل هذا الجهاز اكو ناس مشتريه باكثر من $1000 وما زالوا يستخدموه، وحاليا تقدر تشتريه بحوالي $210. اعتقد هذا السعر لاول مره ينطرح بالعالم مو بس بالعراق. انا متاكد تكلفه هذا الجهاز على سامسونج اعلى من هذا السعر بهواي. حاليا معروف في مكتب الأصيل ب 325,000 دينار فقط. وأخيرا في نهاية الفيديو نذكر أنه هذه النسخة هي النسخة الأمريكية اللي تجي معالج سناب دراجون 3/8، وأيضا تجي بسيم كارد زائد اسم شريحة إلكترونية إضافية. نذكر أنه الجهاز مستخدم بنظافة عالية أكثر من 90%، مستخدم شيء قليل. ونهاية كل فيديو نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.